عندنا ايدنتيفيكيشن اوف استر. الاسترات هي عباره عن مركبات كيميائيه تجي من تفاعل كاربوكسيليك اسيد وكحول. كاربوكسيليك اسيد شنو بي مجموعه فعاله؟ هي الكاربوكسيل جروب اللي هي سي او او اتش، والكحول اللي هي او اتش. راح تطلع لنا ذره مي من عندهن ويرتبطن يصيرن بصيغه ار سي او او ار. زين طلاب، الار يعني هي مجموعه الكيليه، يعني اي مجموعه الكيل سي اتش 3 اثيل اي شيء. التسميه مالتها الالكيل جروب تجي يعني يعني اللي راح نعطيها مختصر الواي ال، هي تجي من الكحول، واللي راح نعطيها المقطع اي تي اي هي تجي من الاسيد. مثلا هنا انا بعطيكم مثال الكربون تشين، يعني فعلنا ميثانول ويا ايثانويك اسيد اللي هو نفس اسيتيك اسيد. المصطلح مالته المشهور هو اسيتيك اسيد. زين حامض الخلي اسم ال يعني الايوباك نيم مالته الكيميائي ايثانويك اسيد. فمن الفاعل ميثانول ويا ايثانويك اسيد يعطينا استر. ايش راح نسمي الاستر هذا؟ الميثانول. الميثانول راح نشيل منه نعطيه مقطع واي ال يصير مثل، والايثانويك اسيد نعطيه مقطع اي تي اي يصير ايثانويك، فيصير مثل ايثانويك. هاي تسميه الاستر اللي هي مشهوره، قلنا احنا مشهور انه باستيك اسيد فصار اسمه مثل اسيتيك. لو تلاحظون هذا الجزء ال سي اتش 3 او هذا جاي من الكحول، والسي دبل بوند او سي اتش 3 هذا جاي من الاسيد. قلنا راح تطلع ذره مي ويرتبطن اثنيناتهم. طبعا فد معلومه الاستر هو يعني مركب بسرعه يتفكك. زين اي تفاعل بسيط نقدر نفككه به. امثله عاليه عندنا مثل فورميت، يعني هاي جاي من ميثانول وفورميك اسيد. مثل اسيتيت شفناه، اثيل اسيتيت جاي من ايثانول واستيك اسيد. مثل بنزويت جاي من ميثانول وبنزويك اسيد. زين طلاب، طبعا عندنا الاسترات هي تستعمل بالصيدله عندنا يعني كادويه هوايه، وخاصه اللوكال انستيتيك يعني اللي يستعملون التخدير الموضعي. زين هي تكون عباره عن استر. زين هاي فد معلومه هم لكم. البريبريشن مال استر يجي منين؟ قلنا من كاربوكسيليك اسيد وكحول. ايضا يجينا من اسيد كلورايد وكحول. هنا الاسيد كلورايد هو شنو هو؟ يعني ار سي او وهاليد، يعني سي ال اللي هو الهاليد، ار سي او سي ال هذا اسيد كلورايد. اسيد انهايدرايد هم ماتين يجي من تفاعل الاستر، استر يجي من تفاعل الاسيد انهايدرايد ويا الكحول. الاسيد انهايدرايد هو شنو هو؟ هو يجي انه نفاعل ذرتين مال اسيد، يعني اثنين عندي اسيد نفسه مثلا او مختلفات نفاعلهم سوا. زين بوجود فدي هايدريتنج ريجنت اللي هو راح يسحب لنا مي من عنده، مثل عندنا السلفرك اسيد يسحب مي من الذرتين اسيد اللي عندي، وراح يرتبطن بصيغه ار سي او او سي او ار فتحه. زين اعتقد هي موجوده عندكم الصيغه بالملزمه او لا ما موجوده. زين كتبوها طلاب، ار سي او بين قوسين بعدين او يعني اوكسجين، انه بين قوسين لوخ سي او ار فتحه. هاي صيغه الاسيد انهايدرايد. منين تجي؟ تجي انه نشيل ذره مي من ذرتين كاربوكسيليك اسيد يتفاعلن سوا بوجود فد ريجنت يسحب هذا المي اللي هو مثل السلفرك اسيد، اكو الالومينا. زين هذني من يدفع بوجود هذا الريجنت راح يسحب مي من عندهم يرتبطن سوا. هذا ايضا الاسيد انهايدرايد اذا فعلته ويا الكحول راح يعطينا استر.
اذا ثلاث طرق احضر بها الاسهال: كربوكسيليك اسيد ويا كحول، اسيد كلورايد ويا كحول. اسيد كلورايد هو يعني قد ذره اسيد مرتبطه بها سي ال، جاي مشيول الاو اتش جاي مكانها سي ال. والاسيد انهايدرايد ويا الكحول، قلنا الاسيد انهايدرايد ذرتين اسيد متفاعلات سوا بوجود دي هايدريتنج ايجنت. زين، عندي الرياكشن مع الكربوكسيليك اسيد ويا الكحول يسموه فيشر ستارفيكيشن، هو يعني مطيفة تسمية، مو فد شيء خاص بي، انه هو يعني شلون قلنا انه راح يتفاعل الكحول ويا الاسيد راح تطلع لنا ذرة مي همينة ويتكون لنا الاستر مالتنا، وقلنا التسمية مالتنا عرفناها. هنا يقول لك الاستعمالات مال الاستر بشكل عام بالديترجنت بايو ديزل، زين بالعلاجات مثل ما قلنا لوكال انستيك، بالفلافورنج يعني دائما شايفين الادويه مثلا يعطوها فد منكهات او الاطعمه يعطوها منكهات تكون اغلبها استر، بالعطور لان هي بها روائح مميزه، روائحها طيبه صار الاسترات، فيستعملوها بالعطور يعني شلون نخلي طعم الفد ماده. زين، الفيزيكال بروبرتيز مالتها تكون كلرلس، ما بيها لون، ليكويد، زين، سوائل، فروتي اروما مثل ما قلنا بيها مميز، روائحها طيبه اللي يعني كانه مثلا ريحه بنانه، ريحه فراوله. زين، يعني الاروما اند فلافور اوف ماني فودز سببها الاسترات، لان بيها استر فتكون بيها روائح طيبه، تكون ذائبه بالمي بالH2SO4. زين، نجي على جنرال تيست الها. زين، الجنرال تيست هو بتفاعل الفرك هيدروكزامين تيست، يعني راح يتكون لنا فد معقد اسمه فرك هيدروكزامين. هذا المعقد هو يكون ب شو اسمه لون معين راح يكشف لي وجود الاستر. زين، الريجنت اللي احنا نستعمله هو هيدروكسيل امين هيدروكلورايد، هذا فد يعني محلول موجود، وعندنا الفرك كلورايد. زين، لهذا الهيدروكسيل امين هيدروكلورايد راح يتفاعل ويا الاستر اللي عندي بوجود طبعا بيزك كونديشن. بيزك كونديشن تعرفوها يعني انا او اتش كي او اتش فد قاعده عندي، راح يتفاعلون يتكون هيدروكزاميك اسيد. زين، راح يتكون هيدروكزاميك اسيد و بعدين من اضيف للهيدروكزاميك اسيد الـ FeCl3 بوجود اسيد كونديشن يعني مثلا H2SO4 او يعني HCl، راح يتكون لي معقد اللي هو هذا قلنا فرك هيدروكزاميت اللي بيه لون، لونه شنو هو؟ ديب ريد كلر. زين، طبعا احنا بالمناسبه طلاب هاي كلها تجارب راح نشتغلها. زين، ما عدا سابونيفيكيشن، لان عندنا الهيدروكسيلورايد ما عندنا، ما موجود يعني، حاولنا دورنا عليه ما لقيناه، ما قدرنا نشتريه. زين، وعندنا التحضير مال، اكو تحضير عندكم مال استرات ايضا، هاي الكليشيال استيك اسيد ماكو، فما قدرنا نشتغله، فبس السابونيفيكيشن راح تشتغله. بس حتى للمعلومه هذا التيست جنرال تيست يعتبروه للاستر، يعني اكشف عن وجود الاستر، انه فاعل الاستر ويا هذا الهيدروكسيل امين هيدروكلورايد بوجود قاعده راح يتحول عندي يتكون هيدروكزاميك اسيد، يتحرر عندي هذا الاسيد. هذا الاسيد من افاعله ويا الاف اي سي ال 3 بوجود حامض يعني مثلا H2SO4 او HCl راح يتكون فد معقد لونه احمر ديب ريد كلر، فمعناته عندي استر بالعينه مالتي. هنا هي موجوده هاي المعادله، هاي اذا تشوفوا الاستر بوجود هذا الهيدروكسيل امين هيدروكلورايد بوجود قاعده راح يتكون هذا الهيدروكزاميك اسيد. زين، اذا تشوفون صيغته
يتفاعل ويا في سي ال 3 حيكون هذا المعقد اللي تشوفوه اللي هو لونه يكون ريد ديب ريد. زين عندنا اكو بالملزمه قلنا احنا ايضا انتم مطالبين بها بالملزمه الترايجليسرايد اللي هي راح نحضر منها الصابون. الترايجليسرايد هي ايضا استرات، استرات مال جليسرول. الجليسرول هو كحول دهني نسميه، يمكن شايفيه الجليسرين يسموه بالصيدليات. زين هو راح يتكون يكون يعني تفاعل فاعل اسيد ويا الجليسرول راح يتكون لنا الترايجليسرايد اللي هو راح نستعمله بتحضير الصابون. طبعا الترايجليسرايد اذا تعرفوها يعني عندها بايولوجيكال امبورتنس بال يعني نقول بالجسم اللي هي شنو تخزن الطاقه. زين طلاب تخزن الطاقه عندي وتعتبر يعني المستويات مالتها العاليه بالجسم. شايفين واحد مثلا يقول له عندك دهون هوايه، يمكن اذا احد منكم يعني من اهله او مثلا بصيدليه يعني واقف يجي مثلا عنده تحليل دهون يقول الدهون الثلاثيه مالتك عاليه. زين ممكن تسبب لك تصلب بالشرايين، هي هاي مسؤوله عنها الترايجليسرايد. بالاضافه للكوليسترول هن اثنيناتهم يعني مضرات للجسم، بس يعني لان احنا موضوعنا اليوم بترايجليسرايد فهي يعني المستويات مالتها عاليه راح تسوي لي كارديو فاسكولار ديزيز اللي هي يعني تصلب الشرايين. زين طلاب الجليسرين يعني عندنا اللي قلنا يتحضر منه ترايجليسرايد بالصيدليه ايضا يستعملوه بال كانتي ايجينج يعني تريتمنت حتى علامات تقدم العمر، كايموليانت شويه لطف الجلد، مرات يستعملوه بالعلاجات اللي يعني بالخبطات اللي تستعمل حكة الجلد. زين ايضا بالاكني بالحب الشباب هم يستعملوه بالعلاجات مالتهم. هذا الجليسرين اللي هو جليسرول نفسه. عفوا. زين طلاب عندنا التحضير مال الصابون. الصابون قلنا شلون راح يتحضر؟ راح يصير عندي هيدروليسيز للترايجليسرايد اللي قلنا هو يعني اثر مال الجليسرول بوجود فد بيس قوية. طبعا هنا من يذكر بيس قوية انتبهوا طلاب، يعني ما استعمل اللي مثلا صوديوم بايكارب. صوديوم بايكارب هم بيس بس مو بقوة ال NaOH وال KOH. KOH وال NaOH يعني هنا اقوى يعني بيس موجود. زين فيقول لك راح يصير هيدروليسيز للترايجليسرايد بوجود هذا السترونج بيس يتكون لي فاتي اسيد سولت، راح يصير حامض ملح مال الحامض الاميني اللي هو نتيجه هذا التفكك. هذا التفاعل ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني صابون اللي هاي عمليه شو يسموها كلها؟ سابونيفيكيشن. زين يجي عندنا الجنرال تيست. احنا قلنا حنذكره فقط. زين لان مالتي اللي هي مثلا الاستر قصدنا نذوبيها بالميثانول، بعدين اضيف لها مول واحد من انا يوش تركيزه 30% وواحد مول من قلنا هيدروكسين امونيو امين هيدروكلورايد. زين هنا هاي الان اي او اتش 30% اللي حتسوي المحلول المفروض بيسك من الفحص بالتمص بيبر. زين المفروض تكون قاعديه، اسخن بووتر باث دقيقتين بعدين ابرد، اضيف الاتش سي ال المخفف لحد ما يكون المحلول بالتمص بيبر اسيدك، لحد اضيف قطرتين من اف اي سي ال 3 واشوف انه المفروض يتكون عندي ديب ريد
سوليوشن اللي هذا الكومبلكس اللي قلنا عليه. كشغلنا ما سابونيفيكيشن اني مو نفس البروسيجر هاي الموجوده هنا بالضبط راح تشتغلوها، تكون ان شاء الله موجوده على السبوره مكتوبه بس نشرحها اليوم. اعذروني طلاب شويه صوتي دي يروح. راح تجيب هنا ما نشتغل بتيست تيوب سابونيفيكيشن رادلس ترينج، فراح نستعمل بيكر. راح تشوفون كل مكان شغل موجود بي بيكر تقريبا حجمه 50 مل زين تشتغلون بي واسترار. راح تسوون عندكم الفيجيتابل اويل اللي احنا يعني هو باعتبار نعتبره تراي جلسرايد زين، وعندنا بيكر بي انا يو اتش 50%، وعندنا ايثانول بيكر بي ايثانول. ايش راح تسوون؟ راح تضيفون 1 مول من الفيجيتابل اويل بالبيكر اللي عندكم، تضيفوا له 1.5 مول من الايثانول، وتضيفوا له نص مول من 50% ان او اتش. تروحون على الووتر باث تسووا له سترنج بالووتر باث بالحراره من 3 إلى 5 دقائق، راح تشوفون يبدي على الجدار يتكون مثل المعجون او هو الصابون اللي احنا او هيك ذرات صغيره من عنده يعني على سطح السائل. شو تسوون؟ توخروه من الحراره وتكملون سترنج الى ان يصير عندكم يعني طبقه ثخينه من الصابون زين، من يبرد شويه توخروه من الحراره. هو هذا الصابون اللي حضرته زين، يعني هاي انه عندنا صابون. طبعا احنا بالداتا شيت بس مجرد تجي لح كاتب لك سابونيفيكيشن والريزلت، لو تكتب لي بوزيتيف لو نيجاتيف زين، تجي تشوفني الصابون مالتك وتروح تغسل البيكر. طبعا الصابون هذا يعني تقدر تستعمله مو مضر للجسم يعني، بس هو طبعا الصابون الصناعي يختلف، يضيفوا له معطرات، يضيفوا له محسنات، مرات ملطفات للجلد، بس هذا نقول يعني ابسط صابون موجود زين. فهو هاي يعني التجربه اللي راح تشوفوها الاسبوع الجاي ان شاء الله تشتغلوها. احد عنده منكم سؤال؟ لان هي التجربه صغيره فانا يعني خلصت ما عندي شيء. احد منكم عنده سؤال شيء؟